منذ إعلان واتساب عزمها على تشارك مزيد من البيانات مع شبكة الأم فيسبوك، تصدر تطبيقا المراسلة سيجنال وتيليجرام قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على متجري أب ستور وجوجل بلاي في بلدان عدة منذ إعلان منافستهما. ومنذ إبداء مستخدمين كثر لواتساب عبر شبكات التواصل الاجتماعي نيتهم النزوح إلى تطبيقات أخرى، يتربع تيليجرام وتطبيق سيجنال على رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في الهند وألمانيا وفرنسا وأيضا في هونغ كونغ. تطرح تساؤلات حول الفرق بين تيليجرام وواتساب. يعتبر تطبيق واتساب واحدا من أكثر التطبيقات شعبية على مستوى العالم، ولا يوجد أحد يعرف الهواتف الذكية إلا ويعرف هذا التطبيق الشهير، حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق واتساب إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم في العام 2020، كما وصل مجموع عدد الرسائل المرسلة في اليوم الواحد عبر هذا التطبيق إلى 65 مليار رسالة تقريبا، وذلك حسب إحصاء موقع ستاتيستا. لكن وعلى الرغم من كل هذه الأرقام العالية، إلا أن تطبيق تيليجرام يعتبر منافسا قويا لواتساب، حيث وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 400 مليون مستخدم شهريا حسب ما صرح به الموقع. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، حيث تقدم الشركة العديد من الميزات الجديدة بصورة مستمرة لمنافسة تطبيق واتساب. تعتبر ميزة تعديل الرسائل المرسلة من أهم الميزات المتاحة في تطبيق تيليجرام، سواء في الهواتف الذكية أو في إصدارات الكمبيوتر حسب رأي المستخدمين. فعند قيامك بإرسال رسالة معينة إلى أحد الأصدقاء لديك، واكتشفت بعد إرسالها أنها تحتوي على كلمات خاطئة أو معلومة غير صحيحة، فإن تطبيق تيليجرام يسمح لك بإجراء تعديلات على رسالتك خلال 48 ساعة. ميزة الإشعارات الذكية. فللمستخدم خاصية كتم الصوت الخاص بالإشعارات في أي مجموعة تزعجه أو أنه لا يود أن يستقبل منها أي إشعارات، هذا فضلا عن إمكانية إرسال الرسائل بدون صوت على تطبيق تيليجرام، وهذه الميزة تعتبر إحدى النقاط المهمة في التطبيق. ومن جملة الخدمات أيضا عبر التطبيق الجديد، كما ذكر مستعملوه في تغريدات وتدوينات، إمكانية إرسال رسائل لشخص آخر دون إصدار تنبيه على هاتفه في تيليجرام، حرصا على عدم إزعاجه. وإذا كان لديك أسبابك الخاصة في أن تقوم بإرسال رسائل معينة لأحد الأشخاص ولا تود أن تحفظ هذه الرسائل على هاتفك أو هاتف الطرف الآخر، فعليك أن تقوم باستخدام هذه الميزة، والتي تقوم بحذف الرسائل أو الملفات مباشرة بعد فتحها وقراءتها من قبل الطرف الآخر، كما هو الحال في تطبيق سناب شات.